لينا اربع مطالب. عرف نفسك معلش. انا اسمي هاني. اربع مطالب. ثواني. واحد، إقالة محافظ أسوان الكذاب عشان قال إن دي مش كنيسة وفي ورق رسمي بيقول إنها كنيسة. اتنين، تعويض المصريين المسيحيين اللي اتحرقت بيوتهم ومحلاتهم في القرية. القبض على المحرض اللي هو الشيخ الجوة الجامع اللي قال للناس تطلع تحرق الكنيسة، والقبض على الناس اللي حرقت الكنيسة إن الفيديو مصورهم. أربعة، التحقيق مع كل شيخ سلفي قليل الأدب بيطلع يقل أدبه على الأقباط ويقول عليهم كفرة، وفي الآخر يقول الدين بيقول كده. أنا مطالب عليه أرد على ربنا؟ يعني أنا مطالب أرد على ربنا؟ مش هرد عليه. طب بيقول عليها كفرة ليه؟ هيقول لي أنا بكفرك، أقول لك لا أنا بكفركش، أنا بعتبرك إنسان بس. أنا ما بختارلكش لقب انت ما اخترتوش لنفسك. انت اخترت لي لقب كافر ليه؟ هيقول اصل ربنا. خلاص بقيت انا حارب ربنا بقى، انا اتكلم مع ربنا. كل الشيوخ السلفيين تعلموا الادب في الحوار عشان نقدر نتحدث معاكم في حوار محترم. عايز تعمل نقاش ديني روح لمسؤول او متخصص في المؤسسة الكنسية واتكلم معاه، لكن تطلع تقول كافر انت ما تمثلش غير نفسك. ما تمثلش. هاخد مايكل.